وضع حرس الحدود الأوكراني مؤخراً لافتة جديدة على جزيرة الأفعى للتأكيد على استعادتها. وفي مقطع مصور قالوا إن لافتة مماثلة سيتم تثبيتها على شبه جزيرة القرم بعد أن تحررها قوات الدفاع الأوكرانية. الإشارة الحدودية القادمة سوف يتم تثبيتها في جزيرة القرم الأوكرانية، وذلك بعد تحريرها من قبل قوات الدفاع الأوكرانية. وتعد هذه الجزيرة رمزاً من رموز المقاومة الأوكرانية، وذلك لأن الجيش الروسي سارع بالاستيلاء عليها في بداية الحرب، ثم في 30 من يونيو تخلت روسيا عن الجزيرة بعد أن منيت بخسائر فادحة في محاولة الدفاع عنها. ووصفت انسحابها بأنه مبادرة على حسن النوايا حسب تعبير موسكو. وإليكم بعض المعلومات العامة عن الجزيرة وبعض من أسباب أهميتها. تقع جزيرة الأفعى في البحر الأسود على بعد 178 كيلومتر من سواحل شبه جزيرة القرم، ونحو 35 كيلومتر عن شواطئ رومانيا. كان النزاع على ملكية الجزيرة قائم بين رومانيا وأوكرانيا، إلى أن حكمت محكمة العدل الدولية في 3 فبراير عام 2009 بأحقية أوكرانيا في ملكية الجزيرة. جغرافيا تبلغ مساحة الجزيرة 0.17 كيلومتر مربع بطول 662 مترا وعرض 440 مترا، وأعلى نقطة بالجزيرة ترتفع لحوالي 41 مترا. تلعب الجزيرة دورا مهما في المنطقة، وذلك بحسب موقعها الاستراتيجي المميز في البحر الأسود قبالة سواحل أوكرانيا ورومانيا. تملك جزيرة الأفعى كميات كبيرة من البترول والغاز الطبيعي في مياهها الإقليمية، وتمثل جزيرة الأفعى أهمية كبيرة للجيش الروسي في عمليته العسكرية، لأنه يعدها بوابة التأمين الرئيسية ومفتاح التحكم في البحر الأسود. ويعتبر أن السيطرة على الجزيرة سيحول دون تحويلها لمنصة إطلاق صواريخ ضد القوات الروسية أو السفن الحربية التابعة لموسكو. تطل الجزيرة الاستراتيجية على الممرات البحرية المؤدية إلى أوديسا، وهو الميناء الرئيسي لأوكرانيا على البحر الأسود.